فقرة المية اللي بقى منها 88 يوم يا جماعة، ولأجل استمرار التسويق لتحركات رئيس الحكومة اليوم سوينا بحث يمينا وشمالا مع اتصالات بمصادر ومراسلين ومتابعة وكالات وصحف ومنصات تواصل. أيضا اكتشفنا بين أبو مصطفى ضيع علينا اليوم السوالف مثل التوصيات والمطالبات والتغريدات، حيث وجه دولته جميع الوزراء بإعداد برنامج حكومي خلال مدة أقصاها أسبوع واحد على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد. حلو، لأن تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد. على الجانب الآخر، طلب السيد السوداني من بلاسكارت دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأجل استرداد أموال العراق المهربة وإعادة المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ولا سيما في قضية التأمينات الضريبية. في حين أعلن من خلال تويتر تفكيك شبكة تهريب النفط. حلو كلش، بس سؤال بريء والله، يعني هنا هذا السؤال كلش بريء بخصوص التفكيك، يعني شنو؟ لا هي اعتقال ولا هي ملاحقة، دولتك نحتاج إلى إيضاحات لو سمحت. طلب يعني من إعلامه، لا هي اعتقال ولا هي قضية التفكيك، لا هي اعتقال ولا ملاحقة.